لكن نشوف الحياة لكل واحد بيننا حياته الروتينية العادية. كل إنسان بيعرف مين وين يرجع يمشي يتعلم يتخرج يتزوج وبعدين بيلاقي شغل بيمر فيها. هي الحياة كلها. بس في ناس تكون حياته عادية وفي ناس تكون حياته مميزة. الحياة المميزة هو اللي كان له معنى بهذه الحياة، عنده معنى، عنده هدف عم يسعى له ويحققه. اللي عاش معاناة. اللي عاش معاناة أغلبه بينجح. اللي عاش معاناة يعني إذا استطاع أن يوجد معنى من هذه المعاناة في نظرية فرانكل فهو أكيد يعني راح يحول من سلبية إيجابية. صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم يا زملاء نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 ومفيد لكل واحد بيننا، هو موضوع تحديد الأهداف. تحديد الأهداف ليش مهم؟ إنه الإنسان يحدد أهدافه، مهم إنه يحدد أهدافه لأنه بيصل أسرع للشيء اللي بده إياه. يعني تخيل لو إنك خرجت مثلاً من بيتك وأنت ما تعرف وين رايح، أول ما طلعت من البيت مشيت شوي بعدين إجاك مفترق طرق، أنا أروح يمين ولا يسار ولا أكمل طريقي؟ إذا عندك هدف مثلاً أنا رايح على الجامعة رايح على المدرسة، فأنت مباشرة عرفان أي خيار من بين الثلاثة ذاك الثاني، فراح توصل أسرع من غيره اللي حيجي يوقف ويروح يمين يسار كمل يمين بروح يمين، بعد ما يجي شوي بيلاقي مفترق طرق حيرجع يقول أنا أروح يمين يسار وين كمان راح يختلف، راح يصير يتلبك ويقول أروح ولا ما أروح. بعد ما يمر وقت طويل جدا جدا ممكن يصاب بالصدفة للمدرسة، بس لو وصل حيكون بذل جهد كبير وبذل أموال وبذل وقت وبذل من تعب. أما الإنسان اللي عنده هدف أول ما طلع من البيت عرفان حاله وين رايح، فهو يوصل بأقل جهد بأقل تكاليف بأقل وقت. كل إنسان بيناتنا لابد إنه يكون له هدف بحياته، معنى لبقاء، هدف يحاول انه يشتغل عليه ويحاول انه يوصل له مشان يكون معنى لحياته ويشعر بالسعاده الحقيقيه في هذه الحياه. طبعا الهدف تعريفه هو انا يرغب الانسان او الشخص في الحصول عليه، عنده رغبه من ذاته انه انا بدي احصل على هذا الشيء بدي اوصل له. هذا الهدف بجوز يكون كبير بجوز يكون صغير، بجوز يكون هدفه انه يتحصل مثلا على 1000 دولار، بجوز يكون هدفه أن أحصل على 1,000,000 دولار، بجوز يكون هدفه عام، بجوز يكون خاص، بجوز يكون هدفه إنه أنا مثلاً أبني مدرسة للأيتام، فهذا هدف مو بس رح يفيد بنفسه، رح يفيده ورح يفيد البقية، كل إنسان يتيم حيدرس من المدرسة حيستفيد من هاي المدرسة. أما لو كان هدفه مثلاً إنه إله بس إنه أنا أتعلم لحالي، هو هدف ممكن يسمى هدف، ولكن هدف خاص فيه. الهدف العام بيفيده وبيفيد غيره. طب سؤال استاذي، هل يمكن ادراج الزواج ضمن الاهداف؟ هذا اللي حنمر عليه هلا. بعد ناخذ انواع الاهداف، في عندنا اهداف قصيره المدى، في متوسطه وفي طويله المدى. من اهداف المتوسطه المدى هي اهداف الزواج، ممكن تكون من طويله المدى طبعا بحسب الفئه العمريه اللي الشخص عم يحط هدفه فيها. إذا كان صغير فهي لبين ما يتزوج طويلة المدى، إذا كان مثلا طالب جامعي فهي قصيرة المدى. في عندنا مثلا هي بتكون من ساعة 6 شهور، ممكن يكون مثلا عندي لعبة طالب على الأسبوع، هذا هدف أنا لازم أروح عليها فهدف قصير المدى. ممكن يكون مثلا صلاة، عندي أنا لازم أحضر صلاة الظهر جماعة، صلاة الظهر جماعة هذا هدف عندي لكن هدف قصير المدى. مجرد ما أذن العصر أنا بعرف حالي إنه أنا حققت هدفي، صليت الظهر في جماعة ولا ما حققته، يعني انتهى مع أذان العصر. ممكن يكون أمل دراسي، شهادة بكالوريا، ممكن يكون شهادة تاسع، هذه أهداف قصيرة المدى. في عندنا متوسطة المدى. متوسطة المدى هي تكون من 6 شهور ل5 سنين. يعني أمر الزواج اللي سألتني عنه قبل شوي، أمر الزواج هو متوسط المدى بالنسبة لي والله جامعي، ممكن يكون بعد سنة، ممكن يكون بعد سنتين، ممكن يكون لحد 5 سنين. بجوز يكون قصير المدى. ممكن يكون قصير المدى، صحيح. ممكن يعني
تنطبق بحسب حال معين، بحسب حال الشخص. طبعا المعطيات الزمنية هون. نعم صحيح. يعني لابد من مراعاة الفروق الفردية بين الأشخاص عمريا، زمنيا، من قدرة مادية. تمام. ثم بناء منزل من الأهداف متوسطة المدى، يعني أنا بعد 5 سنين لازم يكون عندي بيت مستقل فيه. يعني ممكن يكون طبعا ممكن شراء سيارة تختلف باختلاف الشخص. في عندنا أهداف طويلة المدى، إنه عمل مبنى بكامله، هذا هدف إيه وطويل المدى، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، حتى أنا أستطيع إنه أعمل مبنى كامل خاص فيه، حط الهدف وأسعى لتحقيقه. ممكن يكون مثلا طبعا قد يستغرب شخص إنه وضع هذين الاثنين مثلا من بين الصور. أول شيء تعرفوا من هذا الشخص؟ تعرفوا؟ هذا الطبيب المصري. هذا طبيب مصري، مين يقول ذلك؟ أحسن المشاركة، ولكن بدنا الإجابة الدقيقة. أينشتاين؟ أينشتاين أحسن، هذه هي الإجابة الصحيحة، بارك الله فيك. أينشتاين مع أنه عالم هو أمريكي، ولكن حقق شيء لأمته ما استطاع الألوف من اللي عاشوا على أرض أمريكا أن يحققوها. الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب العالمية كانت على وشك الخسارة، وكانت اليابان حتصير هي الإمبراطورية المسيطرة على العالم. فجأة وبليلة ما فيها ضوء نهار بيتمكن هذا العالم من اختراع القنبلة الذرية. اخترع قنبلتين ما له ثالث. هذول القنبلتين انضربوا بالليل على محافظتين باليابان اسمهم هيروشيما وناكازاكي. اليابانيين لما سمعوا هذا الصوت نظروا محافظتين بكامل ما وجدوا منهم شيء. ثاني يوم اعلن امبراطور اليابان استسلام اليابان قدام الولايات المتحده، ولحد الان الولايات المتحده هي المسيطره على العالم عن طريق عمل شخص مثلها. قديش قدرته؟ ايضا هو كان يعني رئيس دوله من وحاكم دوله من هي اعظم دوله كانت موجوده على الارض ولا زالت الان اعظم دوله موجوده على الارض عسكريا واقتصاديا. فهو عمليا مثل حاكم العالم. من موضوع تحديد الاهداف، في عندنا ثلاثه اخوه وشخص صديق ورابع من الصحابه رضي الله عنهم اجتمعوا في فناء الكعبه، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعمر بن الزبير ومعاويه بن ابي سفيان. قال عبد الله بن الزبير قال انا ارجو يعني اسال الله عز وجل أن أنال حكم الحجاز والعراقين ومصر. وقال أخوه مصعب وأنا أرجو أن أحكم العراقين يعني بصر الكوفة. وقال أخوه عمر وأنا أرجو رضا الله عز وجل فقط، هدف أخروي. وقال معاوية بن سفيان أنا أرجو أن أحكم العرب يعني كل الممالك العربية. طبعا ما ماتوا الأربعة إلا وكل واحد منهم حقق الهدف اللي بده إياه. أما عوامل الأهداف ففي عندنا الخوف، أنت عندك هدف بس خايف من التسعير وخايف من حالك إنه ما بحسن إنه ما حققه. وفي عندنا أيضا التأجيل الرسمي، أنا من بكرة ببلش، أنا من بعد شهر، أنا من بعد أسبوع، أنا ما بحب بلش إلا يوم السبت. هاي التسويف سوف 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 النظرة الخاطئة للمال، أنا فاشل، أنا ما عندي قدرة، أنا ما مستطيع. كل 5 أفكار تحكيهم لنفسك 4 منهم سلبيات وحدة إيجابية. شلون هدول السلبيات بدهم يتركوا مجال الإيجابية، وشلون الإيجابية بتحسن تغلب السلبيات إذا ما كثرت الإيجابية النظرة لنفسك. الأهداف الذكية، الهدف الحقيقي اللي ممكن يتحقق لازم ينتصف بكلمة سمارت. 5 أشياء. الاس هي سبيسيفيك، لازم يكون محدد. انا بدي اصير دكتور عيون، مو دكتور شيء عام، دكتور عيون. لازم يكون قابل للقياس بعد 5 سنوات. انا كل سنه نجحت، صرت بكالوريا، صرت جامعه، صرت تخصص قابل للقياس. انا عم اقدم، ما عم احمل ولا ماده. قابل للانجاز، مو انا بصير مثلا حاكم العالم، لا، قابل للانجاز شيء حسب قدراتي وحسب امكاناتي. ان يكون واقع مو خيالي متخيل فقط، وان يكون ضمن اطار زمن خلال 10 سنوات خلال 5 سنوات مثل ما ذكرنا، هدف قصير المدى، طويل المدى، متوسط المدى. في عندنا بعض المهارات،
انما يطالب المسلم يجرب يوما بعد النجاح. اللي خايف من المسلم عنده عقده الخوف من التجربه مستحيل نعيش النجاح. هو حيحافظ على نفسه ضمن صومعه ما حيخرج برادة. فشلون بده يشوف جمالية الحياة؟ إذا تعلمت من الفشل من الفشل أبدا. إديسون 99 تجربة فاشلة بالأخير رقم 100 حتى استطاع إنه ينجح. قال أنا جنبت البشرية 99 خطأ ثم وصلت إليهم النجاح. طبعا الأبطال لا يسمعون في صلاة التدريب، الأبطال يسمعون من أشياء عميقة في داخلهم هي الإرادة والحلم والرؤية. طبعا حفل عليك هاي اللغة العامة الملاكمة. الإرادة يعني أنا أقول هذا الشيء بشدة، الحلم أنا متصور نفسه من دراسة، الرؤية هي مجموعة الأهداف، هدف وهدف وهدف بكون عندي الرؤية. إنسان بدون هدف وسفينة بدون دفء، إلى ما ينتهي به المطاف والأمل على الصخور. أنت بدون هدف رح تعيش حياة محطمة كالسفينة التي ليس لها مقوى، بالأخير حتنتهي فيها إنه تتحطم الصخور. إذا بدك تمشي بالحياة مشي نجاح، مشي واضح على خطى راسخة وثابتة، لابد أن يكون لك هدف يوجه حركاتك. هلا بدي أسألكم بعض الأسئلة، بتمنى إنه تجاوبون عليها. مين بيناتكم بحسن يعطيني هدف قصير المدى؟ هدف قصير يجيب الامتحانات على علامات جيدة. ممتاز، أحسنت يا أخي. طيب مين بيناتكم بحسن يعطيني هدف طويل المدى؟ تفضلوا. ينشئ عمل خاص هو مثلا عمل تجاري فكر فيه من زمان ان شاء الله يعني كبير على مدى السنوات قد ايش من عمل خاص؟ من ضمن تحققه قد ايش بدك تتحقق؟ من ضمن بدك تقول متوسط متوسط نعم من سنتين ولا خمسه نعم هذا متوسط خمسه اما لو كان اكثر من خمسه مثلا بناء مبنى تجاري هذا يكون طويل هل هيثم نكون وصلنا لنهاية المحاضرة؟ الله يعطيكم العافية وشكرا على حسن استماعكم، الحمد لله رب العالمين.